بسم الله الرحمن الرحيم. موعدنا اليوم في درس قدرات، معايا 10 مسائل على البيع والشراء ونشوف ازاي المسائل بتتحل. المسألة الأولى بتقول لي، اشترى رجل بضاعة بسعر 1600 ريال، يبقى نمرة واحد الشراء كان ب 1600 ريال والباء وباعها بربح 20%. ربح، ما هو المطلوب؟ المطلوب ثمن البيع. وطبعا بتجيني خيارات، يا ترى 1800 ولا 1920، 1800 ولا 1920 ولا 2200 ولا 2500. بنحل ازاي؟ اول خطوه باخد المكسب 20%. معناها ايه؟ معناها كل 100 ريال شراء هيبقى فيه مكسب 20 ريال، يبقى البيع هيبقى ب 120. اللي ادهولي ده شراء، يبقى احطه تحت كلمة شراء، احط 1600. هو عايز مكسب ولا بيع؟ عايز البيع، يبقى احط علامة استفهام على البيع. هنعمل مقص واقول 1600 ضرب 120 تقسيم 100. الصفرين دول هيطيروا مع الصفرين دول، الصفر ينزل. 6 في 2 ب 12، يبقى هنا في 2. لما اجي ابص هنا يبقى هي الاجابه دي، وكده خلصت. طب انا عايزه اكمل واعرف اذا كان اجابتي دي صح ولا لا، فبضرب 16 في 12 ب 32، و16 في 1 ب 16، يبقى الناتج 2 9 1. ادي 9 ادي 1. السؤال الثاني، بيقول لي اشترى احمد كتب بمبلغ 640، ده شراء كتب، هنا 8 كتب. ثم اشترى مشتريات اخرى بثمن 530 ريال، برضو ده شراء. بيقول لي وقد خفض البائع 10% من الثمن الاصلي، 10% وقد خفض، يعني الشراء ده بعد التخفيض. ما هو الثمن الاصلي للبضاعه؟ ما هو السعر الاصلي؟ طيب كل 100 شراء هيخفض 10 تخفيض، يبقى البيع هيكون 90، لان ده تخفيض. في المكسب بجمع وفي التخفيض بطرح. طب دول اشتراهم بكام؟ هنجمع دول على بعض، المجموع ده على بعضه 0711، 1170. ده الثمن بعد التخفيض، يبقى احطه هنا عشان ده السعر بعد التخفيض، يبقى 1170 الثمن بعد التخفيض. هو عايز السعر الاصلي، هروح جايه عامله كده، هضرب ال 100 ضرب ال 100 1170 تقسيم 90. الصفر ده هيروح مع الصفر ده. كنت اخدت قبل كده حلقه وقلت فيها انواع التقسيم، قابلية القسم على 2 لغاية ال 11. قلت قابلية القسم على 2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11. لو انت جمعت هنا 1 1 2 2 و7 9 يبقى دي تقبل القسمة. فيها الواحد ويتبقى 2، 11 تقسيم 9 فيها الواحد بقى 2، 27 تقسيم 9 فيها الثلاثة. يبقى الناتج الصفرين ينزلوا وال 13 تنزل، يبقى الناتج 1300، ده سعر البيع، سعر الاصلي للبضاعه. هو كان مديني في الخيارات، مديني 1400 ولا 1300 ولا 1200 ولا 1100، طلع 1300. طيب السؤال الثالث، السؤال رقم 3، طبعا دي مسائل على ايه يا اولاد؟ على التخفيض، البيع والشراء، البيع والشراء. تمام يا ولاد؟ طيب السؤال الثالث بيقول لي باع شخص أرض بمبلغ 69,000، يبقى البيع ب 69,000 ريال، وكان ربحه 15%، فما الثمن اللي اشترى بيها الأرض؟ يبقى الربح كان، 15%، يبقى كل 100 شراء هيكسب بيها 15 ريال مكسب، يبقى البيع هيكون 115. هو باع ب 69,000،
يبقى يا ترى كان الشراء بكام؟ هعمل كده واضرب ال100 في 69000 على 115. ال115 دي تبقى القسمه على 5. اقول 5 في كام؟ 2 3. ال69 دي 1000 ضرب 23 ضرب 3، عيني نزلت على 23 على طول. 23 في 3 ب 69. ال 23 دي هتروح مع 23. طيب ال 100 دي 20 في 5. ال 5 دي تروح مع ال 5 دي، أصبح الناتج 20، الباقي 20 في 1000 في 3. الأربع أصفار تنزل و2 في 3 ب 6، يبقى الثمن الأصلي للأرض كان 60000 وهو باعها ب 69000. طيب السؤال الرابع، اشترى رجل جوال وخصم له البائع 30% من ثمنه، يبقى اشترى جوال والخصم 30، خصم الراجل خصم له 30%. فاذا كان هذه النسبه 600 ريال، 600 ريال مقدار التخفيض، مقدار التخفيض. طالب مني سعر الجوال الاصلي، السعر الاصلي للجوال، السعر الاصلي، اعمل ايه؟ اقول كل 100 شراء هيحصل تخفيض 30، تخفيض يبقى البيع هيبقى 70، لاني هطرح تخفيض يعني طرح، مكسب يعني جمع. هو 600 مقدار التخفيض، يا ترى السعر الاصلي كام؟ لازم احط البيانات تحت بعضها، هنعمل كده، هيبقى ال 100 ضرب ال 600 على 30، الصفر ده يروح مع الصفر ده، على 3 على 3 فيها ال 200، يبقى الناتج 3 اصفار تنزل 2، يبقى السعر الاصلي ليه كان 2000 ريال. طيب ناخد السؤال الخامس عشان ده الرابع. شوف مع بعض السؤال الخامس بيقول لي ايه؟ السؤال الخامس بيقول لي كده خلصت. بيقول لي اشترى رجل 10 صناديق تفاح بقيمة 300 ريال، يبقى 10 صناديق سعرها 300 ريال. لقى في العشر صناديق دول صندوقين فاسدين، يعني ناقص 2، يبقى 8 صناديق الصحيحة الحلوة ثمنها 300 ريال. ازاي تيتشر مش ثمن العشرة؟ بس هو لقى 2 بايظين، يبقى هيرميهم وهيقسم 300 على 8. فبكم يبيع الصندوق الواحد عشان يربح 20%؟ يبقى كل 100 هيربح فيها 20، يبقى هيبيع 120. طيب الصندوق الواحد عايز اشوف يبيعه بكام. الصندوق الواحد هيبقى 8 شراء، 8 شراء الصندوق الواحد 300 على 8 على الصحيح، يبقى ده ثمن الشراء. يبقى احط هنا 300 على 8، ما ده شراء وده مكسب وده بيع. احنا عايز اعرف الصندوق الواحد هيتباع بكام، اروح عامله كده الكروس، هضرب 300 على 8 ضرب 120 تقسيم ال 100. ال 8 دي هتختصر مع ال 120، فيها الواحد 5، الصفرين دول هيختصروا مع الصفرين دول، يبقى الناتج 3 في 15 و3 في 15 ب 45 ريال. هو طبعا مديني اجابات، مديني الاجابات يا ترى 50 ولا 45 ولا 30 ولا 40، طلع الجواب 45 ريال. السؤال السادس، باع تاجر تلفزيون تلفاز بمبلغ 2400، البيع ب 2400 وكان ربحه 20%، ده ربح، فكم سوف يبيعه لكي يربح 10%؟ يا ترى البيع هيكون بكام عشان يربح 10% بس؟ عشان يربح 10% بس. والله هو في حلين، في حل بمجرد النظر، ان انا هنحل كده بمجرد النظر هيبقى ال 20% 2400 يبقى هتجيبها على طول، هتبقى 2200 على طول بمجرد النظر، لكن انا هعملها لك خطوه خطوه عشان اجيب الثمن الاصلي. هقول لما يكون الشراء 100 المكسب 20 يبقى البيع 120. اذا كان البيع 2400 يبقى ترى السعر الاصلي كام؟ هنعمل كده، يبقى هنضرب
2400 ضرب ال 100 تقسيم ال 120. الصفر هيروح مع الصفر، ال 12 مع ال 24 فيها الاثنين في صفر، يبقى السعر بتاعه 2000. السعر بتاعه 2000. ارجع اكتب ال 100 لما اكسب 10 هتبقى 110. يا ترى لما يكون سعره 2000 يبقى البيع هيبقى بكام؟ هروح عامله كده وهضرب 2000 في 110 تقسيم ال 100. الصفرين هيختصروا مع الصفرين ويبقى انزل الصفرين، 1 في 2 ب 2، 1 في 2 ب 2، يبقى الناتج 2200. خلاص يا اولاد؟ ده السؤال رقم 6. السؤال رقم 7، سؤال رقم 7 بيقول لي ايه؟ السؤال رقم 7، زاد سعر سلعة بنسبة 20% في السنة الأولى، يبقى السنة الأولى زادت 20% السلعة زيادة، وفي السنة الثانية زادت 5%، ما النسبة المئوية للزيادة؟ يا ترى 10% ولا 16% ولا 25% ولا 26%؟ أعمل إيه؟ السنة الأولى لما كان المبلغ ب 100 كان المكسب 20، كانت 120. دي سنة أولى، السنة الأولى. السنة الثانية ده المبلغ الجديد 120. المكسب بتاعه هيبقى 5%. يعني كأني بقول 120 ضرب 5 على 100. هضيع الصفر مع الصفر، هيبقى 60، العلامة بعد عدد واحد. يبقى المكسب 6 ريال في السنة الثانية. يبقى كان 120 لحد ما عليه 6، يبقى المبلغ 126. يبقى المكسب قد ايه؟ 126 ناقص ال 100 اللي هي الشراء يديني 26، يبقى النسبة المئوية 26%. ده السؤال رقم 7. شوف السؤال رقم 8. السؤال رقم 8، اشترى رجل تلفاز فخصم للراجل 30%، يبقى الخصم 30%، وكان مقدار الخصم ده 600 ريال، فما السعر الأصلي ليه؟ 600 ريال، خليني أغير لأن السؤال ده قلته من شوية، خليه 1200 ريال. ده التخفيض، فما السعر الأصلي ليه؟ ده كده مقدار التخفيض. طيب أما أقول أنا كل 100 شراء التخفيض هيبقى 30، يبقى هيبقى السعر 70، ده البيع. مقدار التخفيض 1200، يا ترى الشراء هيبقى بكام؟ بعمل كده يبقى 1200 اضربها في 100 واقسمها على ال 30. الصفر هيروح مع الصفر ودي مع دي فيها الاربعه، يبقى كام ب 4000 ريال. خلاص يا اولاد؟ ده السؤال رقم 8. سؤال رقم 9، و10، ممكن هنا اكتب 9 لو كان صغير. 9 بيقول لي لدى الرجل مبلغ من المال 20000 ريال، ما مقدار الزكاة الواجبة عليه إذا كانت نسبة الزكاة 2.5%؟ بقول المبلغ، ده السؤال رقم 9، المبلغ ضرب نسبة الزكاة. هو قال لي 20000 ضرب 2.5% يعني على 100. الصفرين دول هطيرهم مع الصفرين دول، هنزل الصفرين وبعدين 2 في 5 ب 10 صفر ومعانا الواحد، 2 في 2 ب 4 1 5، العلامة بعد عدد واحد، يبقى 500 ريال مبلغ الزكاة. طيب السؤال العاشر والأخير اليوم بيقول 20% من ثمن الحاسوب هو 1500 ريال، 20% من ثمن الحاسوب 1500، ما قيمة 50% منه؟ قيمته قد إيه؟
احلها بطريقتين يا اولاد. الطريقه اللي تعجبك بتحل بيها على طول، يا اما اعمل كده مقص كده واقول 50% ضرب 1500 على 20%، اللي في المية دي هتروح مع اللي في المية، والصفر ضيعه مع الصفر، والاثنين في المية على 150 فيها 75، 15 تقسيم 2 فيها 7 يتبقى 1، 10 تقسيم 2 فيها 5، هنضرب ال 50 في ال 75، الصفر ينزل، 5 ب 5 ب 5 ومعاها الاثنين، 5 ب 7 ب 35 و 2 37، يبقى ده المبلغ ال 50%. حل اخر، ال 20% ب 1500، وكمان 20% ب 1500، وكمان 10% عشان يبقى المجموع 50%، نص ال 1500 750، كده تديني 50%، 1500 و 1500 3000، 3750، وكده خلصنا حصه اليوم، 10 مسائل على كان البيع والشراء والنسبه المئويه. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والى اللقاء في حلقه قادمه باذن الله.